إينوكوير، إينوكوير يعني أنا عظيم، إني امرؤ عظيم. هنا النو ده يدي إشارة أكتر إنها كانت بتضم، مش زي ما البعض بيعتقد إنها تتنطق إينك. الأدق في رأيي هو إينوك، وغالبا كمان مع مقارنة الصوتيات اللي حوالينا، لو نبص مثلا أنوخي وأنوكي في العبري في القديم والحديث برضو بالضم. فإينوك معناها أنا، طبعا غيرنا غالبا واخد من المصري القديم إينوك، وهنا النو بالضم علامة النو إينوك. فإينوك ور، أدي طبعا إينوك النو ودي الكاف، ودي أنا يعني شخص، فده المخصص الشخص. وبعدين ور، أدي علامة الور تتنطق واو وره مع بعض، والره بيأكد لي إن نطقي كان صح أو نهايتي كانت صح الره، فيبقى دي كلها على بعض ور. إينوك ور، أنا عظيم، إني امرؤ عظيم.